جاردوزو فاز على اسك وعلى سان داونز، كيف فاز على اسك وكيف فاز على سان داونز؟ بنفس الفكر اللي هو دايما بيفرضه يا كابتن اسلام في الملعب، ازاي ان انا اقفل خطوطي بيعتمد على طبعا الكرات العرضيه سواء كان من المتحركه او الكرات الثابته. عنده اطوال، عنده رودريجوز الراجل البرازيلي مع يانساس زي ما بنقول، هم مفاتيح اللعب عندهم. انا بس بتفق ان يانساس مهما كان جناح خطير وليه مساهمات كبيره، يعني هو في البطوله جاب 3 جوان لحد دلوقتي يانساس، بالظبط، واللا مركزيه اللي دايما بيعملها مع رودريجوز بيقربوا من بعض. بس انا بشوف ان دايما يانساس ما عندوش الفيجن، ما عندوش، ما يعملش السكاننج بشكل كويس جدا ان هو يوصل، وعايز الكره في رجله طول الوقت عشان بالظبط كي باسس عنده قليله، صناعه الفرص الكبيره المحققه دي مش موجود. انا عايز اقول ان هو فاز او الاول، طب هو تعادل على مع اسك في الذهاب وفي العوده 0-0، وان هو قدر ان هو يقفل الخطوط ويقرب المساحات باعتمادا طبعا على حسام توك اللي بيلعب دور كبير جدا مع اهله في تقفيل الخطوط. لعيب ممتاز يعني لما خرج من الملعب في الماتش اللي فات ارتحت بصراحه. صحيح يعني انت عندك كمان السنتر باكس عندهم ياسين مرياح لا ياسين مرياح، ياسين مرياح جاب جونين يعني برضه ليه مساهمات تهديفيه. وكان الماتش اللي فات خطر الكره اللي اتلعبت، الخطر اللي لمست هنا رجعت بس ورا كان هيطولها هبوط. اهو ياسين انا بشوف ان ياسين مرياح عنده مساهمات يعني بس تهديفيه، بس قلبه قاعد قوي يعني قلبه قاعد احيانا يعني اللي هو ياخد الكوره يعمل الحركات بقى فبتتخطف منه احيانا، فممكن يبقى في توجيهات من كولر انه الضغط العالي عليه من وسام. ما اعتقدش ان في مثل هذه المباريات يعني هيعمل الحاجه دي ممكن، لانه خلي بالك هتبقى ما عندكش مساحه ان انت تعمل كده بالظبط، لانه الضغط هيبقى شرس جديد جدا من المفترض يعني حته ان هو بيسيب الاستحواذ ده يا كابتن، هو ما سابهاش الا تقريبا في ماتش سان داونز في العوده، عشان نقول بس ان هو لا وصل ل 75-72% استحواذ لسان داونز في الماتش العوده هناك في جنوب افريقيا، ولكن امام اسك لا كان في استحواذ. الاهلي خد الاستحواذ قدام الاهلي في حتى في المباراتين قدام اسك. لا هو بيدافع بس هو فعلا بيدور الكوره. فالناس دايما تقول لك لا هو بيسيب الاستحواذ، لا هو بيلعب على فكره تمريرات. اهولو اهم دور في الموضوع ده. مشكله اهولو ومشكلتهم في التمريرات اللي هي الكاسره للخطوط ما تلاقيهاش كتير، يعني ما عندهمش اللاعب يا كابتن اسلام اللي ينقل الفريق لقدام. يعني ممكن اللي عنده الميزه دي بس بيعملها شويه، حتى حسام الدين شويه لما بينزل ويعملها كده، ده اللي احنا شفناه امام اسك وشفناه امام سان داونز. بيفكرنا شويه بقى بالنهايتين بتوع 2018 امام الاهلي، هو عمل نفس الكلام جاب جول، يعني الجول اللي جابه الشوط الاول فتح خلص بيه كده. حتى امام الوداد في 18-19 نفس الكلام، هو برضو جاب جون تعادل 1-1 هناك في المغرب في ماتش اتلغى الذهاب، ماشي في العوده 1-1 وخلص بينا. تحس ان هي فلسفه قديمه يعني برضو شخصيه هو جاي متكمل بيها. هيلعب ازاي؟ ناخد رايكم برضو عشان نخلص الحلقه، لانه هيلعب ازاي كاردوزو في مباراه القاهره؟ يعني قول لي هيلعب ايه وازاي، وهل هيقدر يقفل على مفاتيح لعب النادي الاهلي كيفما؟ لان هو اول سؤال لما اتسال او اول حاجه قالها بعد المؤتمر الصحفي بعد مباراه الذهاب قال ايه؟ انا طلعت بالتعادل وعارف انا هعمل ايه هناك. هايل صح، هو ده هعمل ايه هناك في القاهره يعني. هيلعب 4-3-2-1 يا كابتن، 4-3-2-1، الواحد ده والكره مع الاهلي عند قرب ال 18، الواحد ده بتاعه. قرب ال 18 بتاعه والكره معاه على دايره السنتر معظم الوقت، بس لو فتح الخطوط او خد مساحه او ضرب اوفسايد هيبقى في زياده عدديه في اوقات كتيره للفرقه دي، وعشان كده بقول لك الفرقه دي خطيره من حيث لا تبدو خطيره. ليه؟ ان هو يقدر ان هو يربكك قوي بوجوده كتير في نص ملعبه، لكنه لو خد المساحه هيهاجم بعدد كبير، لان هو انت هو مخليك بيقول لك تعالى تعالى بس مش هتبني اللعب، تعالى بس هدخل معاك ثنائيات جامده، تعالى بس هعمل معاك التحامات عنيفه، تعالى مفيش مشكله، بس هو عايز واحده بس ساس ده يجري من ورا الاوفسايد، هتبص لها نفسك يا ساس مع واحد يا ساس مع اثنين يا اثنين معاه، يعني هتلاقي في وضعيات خطيره. لكن البلوك كله هيبقى 4-3-2-1، انا متخيل الخطه تبقى بالشكل ده. هيبقى طبعا ماميش وبن علي وبن حميده اللي طبعا في مراوغات على اصابته وهيلعب، وبن حميده من اللعيبه اللي بتسيب مساحات وراه كتيره جدا، هو محمي على فكره، لان بس خلي بالك في الماتشات دي برضه بيبقى أفل. اقل صحيح، وده اللي حصل في الذهاب. الماتش بتاع السنه اللي فاتت كان كارثي، يعني بن حميده ورا يعني شيرستاو عنده هناك وما كانش بيدافع معاه بالوينج الغشه، الاجانب ما عندهمش وينج بيفضل يهاجم، الوينج بيدافع على الخط لازم يدافع، غشه هيعمل ده، غشه هيبقى بيعمل النقطه دي. قلبين الدفاع مرياح طبعا وتوجاي، بن علي وبن حميده الظاهرين،
اهولو شعلالي حسام توقة هياخد ال 90 دقيقه مش هيريح دي مؤكد. الماتش ده محتاج توقة بالنسبه له، وقدام غشة رودريجو ساس هي التشكيله اللي هيبدا بيها، مفيهاش كلام. لا لا لا، انا بختلف شويه مع احمد او بكون عكس احمد شويه في حته ان مارسيل كولر اربك افكار كاردوزو، بمعنى ان انا اعتقد ان كاردوزو هيلعب برد فعل، لان كلنا ثقه ان مارسيل كولر هينزل ضغط، ضغط العالي الشرس القوي، لان الفريق ده فعلا عنده اخطاء كتيره جدا تحت الضغط العالي، وخاصه في نص ملعبه، وفريق بيمسك، بس هو مش هياخد الكره في رجله كتير. هي دي، لا يعني انا متخيل ان هو مش هيعوز يبني بالشكل اللي يخليك مين الترجي مش هيعوز يبني لعب بالشكل، مش هيبني خالص. انت هتكون الكره في رجلك وقت طويل قوي في الماتش ده، لانك انت دلوقتي احنا خلاص ده كنا داخلين ماتش الذهاب بتوقع كبير جدا ان بين حميده وبين علي عندهم الزياده وبيطيروا والاظهره فيها، لا ما شفناش الكلام ده صح في الذهاب، فبدا في تغطيه ورا بشكل كبير جدا وتقريب المساحات والدور اللي لعبه حسام توكا بشكل كبير وشعلان. علشان كده يا كابتن انا شايف ان كولر مش هيديله الفرصه ان هو اصلا يفكر، هو هيبقى رد فعل ان هو هيشوف الضغط العالي بتاع الاهلي ويبدا ان هو يشتغل عليها. عنده مشكله في ان هو في الاندفاع الهجومي لما في حاله حيازه الكوره ما عندوش الوقت ان هو اصلا او الرفاهيه ان هو يعمل بيلد اب بشكل بكام باص، هو واحده اتنين وبيحاول ينقل، بيزيدوا مشكلتهم في نقاط الضعف اللي دايما شفناها في المباريات حتى في على الصعيد المحلي، بيزيدوا مع بعض 3 4 في نفس زي بلوك كده مره واحده. قال عليها مجدي ان هي خطر، خطر جدا الجزء الخطر فيهم. بالظبط، وهو نقطه قوه ونقطه ضعف، ما انت في حاله بالظبط في حاله هناك في المكان اللي طالع منه. الاهلي بقى بيمتاز هنا بالكاونتر بريسنج الفتره الاخيره، بنشوف ان هو استعاده الكوره بشكل سريع جدا بالضغط العالي الشرس، شفنا اكرم في معظم المباريات الاخيره كان بيستخرج، ومروان طبعا استعادة الكره البور ريكفري بشكل عالي جدا، فانت بيبقى عندك 3 4 لعيبه من الترجي بيندفع بالشكل ده يا كابتن، فاكيد انت مع التحولات السريعه هنلعب دور كبير. التحولات السريعه شفناها في ماتش الذهاب من النادي الاهلي، ولكن للادوار اللي كان مطالب بها طبعا حسين الشحات بيرجع كباك، او حتى تاو ما شفناهوش بيزيد كبير جدا بشكل كبير جدا، وبالتالي كان عندنا فرص اكبر. فانا بشوف لا ان كاردوزو هيلعب يعني بشكل في تحفظ بشكل كبير جدا، هيبقى رد فعل ويشوف بقى سيناريو المباراه هتمشي ازاي، لان مارسيل كولر افرض ده عليه من دلوقتي، هو مش عارف هيعملها ازاي. كل اللي هيقدر يعمله ان هو يقفل المساحات بالطريقه اللي لعب بها امام اسك وامام صن داونز، ولكن الاهلي لا، الاهلي عارف ان هو هيقفل على مفاتيح لعبه بالشكل اللي اتشرح دوت، وايه انا شايف ان الفرص الاهلي اكبر بالضغط العالي من اول ولعب الهجومي بشكل كبير من بدايه المباراه.